محل طمع إسرائيلي منذ سنوات عديدة وعقود طويلة. وكمان يعني عايز أنوه أن فينا في بداية تفكير الحركة الصهيونية في إقامة وطن لليهود في فلسطين كانت أنظارهم موجهة نحو فلسطين وسيناء، حتى أن تيودر هيرتزل الزعيم الروحي والأب الروحي للحركة الصهيونية زار مصر عام 1903 في على أمل أن يتفق مع الاحتلال البريطاني في مصر لكي يأخذ سيناء وطنا قوميا لليهود. المسألة دي يا أستاذ أحمد كانت يعني مسألة يعني من المسكوت عنه، لكن آن الأوان ندرك أن سيناء طول الوقت محل طمع إسرائيلي. يعني في 1903 جت لجنة إسرائيل، لجنة يهودية طبعا من خبراء ومهندسين زراعيين ومهندسين ري ومهندسين مناجم بتكليف من الحركة الصهيونية لدراسة شبه جزيرة سيناء وهل تصلح وطنا لليهود أم لا. هذه اللجنة اشتغلت في سيناء 5 شهور، يعني هم جم من نوفمبر 1902 وفضلوا في سيناء لغاية مارس 1903. طلعوا بمشروع مقترح لإقامة دولة إسرائيلية في سيناء، وحبوا يعرضوا هذا المشروع على الحكومة المصرية وعلى الانتداب البريطاني في مصر. حقيقة برضو من ملامح هذه الخطة إن كانت الفكرة إنه يحتل منطقة أو إنه يقيم دولة في منطقة تبدأ من فلسطين شرقا وحتى خليج السويس غربا ومن البحر المتوسط شمالا وحتى خط 29 جنوبا اللي هو وادي العريش. هذه الخطة فشلت. فشلت بسبب رفض الحكومة المصرية، على الرغم من أن كانت الحركة الصهيونية في هذا الوقت تلعب بشكل خفي وتحت ستار أنها تقيم ملجأ لليهود في العالم وكذا، لكن هذه الخطة فشلت بسبب رفض الحكومة المصرية وبسبب أن اللورد كرومر اللي هو المندوب السامي البريطاني في هذا الوقت وده تقاطع مع الخطة اللي حضرتك عرضتها، رفض أن يكون لليهود دولة في سيناء تشرف على قناة السويس وتكون قريبة من أهم ممر ملاحي عالمي وممر للتجارة الدولية، ويكون الوجود اليهودي في هذه المنطقة شوكة في حلق البريطانيين أنفسهم. وبالتالي سيناء نوصل من ده أن سيناء كانت وما زالت هي مطمع للإسرائيليين، ويجب علينا كمصريين أن نفتح عيوننا وأذاننا طيلة الوقت ولحظة بلحظة على كل المخططات الإسرائيلية التي تتعلق بسيناء خصوصا في هذه اللحظة الحرجة. طيب دكتور عبود، مرة تانية هنرجع للتفتيت غزة عن طريق الـ